يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. في الحقيقة النهاردة حلقة غاية في الأهمية، عندنا فيها مواضيع كتير جدا جدا على مختلف الأصعدة، سواء عالميا وعالميا. دي طالما قلت كده يبقى محمد صلاح نجمنا المصري الأسطوري، لعيب عظيم جدا جدا جدا، عندنا كلام كتير قوي قوي عليه في الحقيقة، لازم ياخد حقه الراجل بصراحة، ومش احنا بصراحة اللي هنديله حقه، لا ده العالم كله بيشيد بمحمد صلاح، فهيبقى حديث كتير على محمد صلاح النهارده. كمان عندنا في الجانب المحلي كلام عن منتخبنا الوطني واخر استعداداته للماتشين المهمين جدا جدا امام ليبيا، ان شاء الله نكون يعني موفقين فيهم عشان نرجع لصداره المجموعه، ومن ثم يكون ناقص لنا خطوه او اثنين في اتجاه التاهل للمرحله النهائيه من تصفيات كاس العالم ان شاء الله باذن الله تعالى. وكمان عندنا اخبار كتير جدا بتتعلق بالنادي الاهلي واخر الكواليس، وخصوصا النهارده في جديد بخصوص تجديد عقد عمرو السوليه. هقول لحضراتكم كل الكواليس اللي بتتعلق بهذا العقد الجديد والتساؤلات اللي ممكن يكون البعض بيسال عنها، سواء فيما يتعلق بعلي معلول، موسيماني، الامور ماشيه ازاي خلال المرحله اللي جايه. الاجابات كلها هتكون معانا على مدار حلقه اليوم، لكن مهم قوي تواصل حضراتكم دايما معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وتقدروا تتواصلوا من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام. والسؤال طبعا بيتعلق بمحمد صلاح، فتتوقع من وجهه نظرك ان صلاح يفوز بالكره الذهبيه هذا العام؟ هو بصراحه يستحق، مش بس عشان الجون بتاع امبارح ولا عشان الاسيست اللي عمله امبارح، لان الاسيست برضو ده كان حلو جدا جدا لساديو ماني في الجون الاول في المباراه اللي كانت ممتازه في الحقيقه من الجانبين سواء ليفربول او مانشستر سيتي، لكن الراجل على مدار مواسم متتاليه مستوى ثابت، وده كان الرهان عند محمد صلاح ان هو يحافظ على المستوى الثابت ده عشان يقدر يعني يكون في مصاف اللاعبين العالميين على غرار رونالدو وميسي. فبالتالي هناخد تفاعل حضراتكم على السؤال ده في الجزء الاخير من حلقه النهارده كما هو المعتاد. ابرز واهم العناوين نشوفها يلا. في ترند الاهلي، الاهلي يمدد عقد السولية حتى 2024. وكمان الفريق واصل تدريباته في التتش. أما في الترند العالمي بإشادة الجميع، صلاح الأفضل في العالم طبعا. طيب دي أهم وأبرز العناوين، وكلام هيكون كتير جدا جدا بتفاصيل أكتر كمان وتوضيحات مهمة لكل جماهير الكرة المصرية وأيضا جمهور النادي الأهلي تحديدا، وإزاي الأهلي هيفكر الفترة الجاية في استعداداته للمباراة المقبلة أو الماتشين المهمين قدام بطل النيجر بإذن الله بداية من يوم 16 من الشهر الجاري شهر أكتوبر. تخطيط بالنسبة للنادي الأهلي في المستقبل عامل إزاي؟ تفاصيل كتير جدا هتكون معنا على مدار الحلقة، وكواليس مؤكدة هحكيها لحضراتكم، فعشان كده استنونا بعد الفاصل. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ محمد صلاح حاجه بنفتخر بيها جدا جدا، جون مفيش احلى من كده، مفيش احلى من كده. في مين بقى؟ في مانشستر سيتي اللي هم اقوى دفاع في الدوري، يعني ممكن يجيب جون حلو، بس مع فرقه مثلا كريستال بالاس بتاع فريق مثلا نوريتش سيتي، اي حد من الفرق المتواضعه شويه، مع ان الدوري الانجليزي كله جامد ما تتوقعش مين يكسب مين يعني، لكن جايب جون بالجوده دي، بالحلاوه دي، بالمتعه دي، بالمهاره دي، في اقوى دفاع في البريمير ليج في اول 8 ماتشات. ده ان ده اللي يدل على ايه؟ يدل على انه لاعب اسطوري، اسطوري، اقل حاجه تتقال عن محمد صلاح في الحقيقه. الراجل متعنا جدا امبارح، سواء بالهدف الاول اللي صنعه لساديو ماني اللي كان فيه مهاره كبيره قوي، الراجل لما بيبقى على الخط ما حدش بيعرف يجيبه، ما حدش يعرف يمسكه يعني. عدى ومر وراح مديها اسيست لماني حط الجون الاولاني. الجون الثاني بقى يعني خلى الناس كلها
وقفت سقفت، الناس كلها اتفاجئت. حاجة فعلا مش هنكون بنبالغ لو قلنا ان هو جون خيال، يعني رغم ان هو جابه قبل كده اعتقد توتنهام من سنتين ثلاثة كان جون جامد جدا جدا برضو بنفس الطريقة من نفس المكان. جابه قبل كده اعتقد في نابولي برضو في الشامبيونز ليج، ماركة مسجلة باسم محمد صلاح يعني. لكن انا هو يا جماعة بقول لكم، انا بقول لكم ده لعيب لا يقارن، محدش ينفع يتقارن بمحمد صلاح. انا بعترف محدش ينفع يتقارن بمحمد صلاح، بتكلم على اللعيبه المصريين يعني عالميا، في بقى ميسي وفي كريستيانو وفي مبابي وفي الاند دلوقتي وفي ناس كتير يعني، لكن محليا هنا في مصر، هنا في مصر لا بصراحه مفيش، مستحيل يعني، ما ينفعش ما ينفعش. ده واحد وصل لمرحله ان ما ينفعش يتقارن بحد. عندنا مواهب في مصر، مواهب فذه ومميزه، بس اللي بيختلف هنا اللي وصل محمد صلاح للمكان ده دماغه عقليته. عشان كده بقى محمد صلاح النجم العالمي الناس كلها تعرفه. انت مش مشهور على مستوى مصر ولا على مستوى افريقيا، لا انت مصنف على مستوى العالم ومعروف على مستوى العالم واحد ابرز اللاعبين في العالم. وفي اعتقادي الشخصي الراجل ده بخلاف مباراه امبارح هو يستحق احسن لعيب في العالم، لازم في يوم من الايام ياخدها. لان مثابره ايه، اصرار ايه، عزيمه ايه. شوف ما شاء الله لا قوه الا بالله، جسمه مثلا اهتم بيه ازاي، اشتغل عليه ازاي، النواقص اللي عنده يعني، من الاجزاء اللي في جسم محمد صلاح اللي كانت ضعيفه شويه كتفه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما محمد صلاح قلع التيشيرت في الماتش اللي قبل اللي فات، شوف عضلات الكتف ما شاء الله عليه يعني، مش عايزين نحسده الراجل، ربنا يحميه يا رب باذن الله. تطورت ازاي، شوف ما شاء الله اهتم بنفسه ازاي، اشتغل على نفسه ازاي. ممكن واحد مكانه يقول لك انا لعيب مصري طلعت بره جبت لي كام جون وعملت انجازات حلوه، او مش انجازات يعني، لان في امثله كتير يعني، ومش عارف جبت كام جون في البريمير ليج ومش عارف ايه، حلوه قوي كده زي الفل، كفايه لحد كده انا هعتزل بقى انا كده عملت انجاز. لا لا لا، ده طموحه بلا حدود، ده واحد بيشتغل على نفسه وعايز يوصل لاحسن حاجه في الدنيا. فاللي زي ده هيوصل، اللي زي ده لازم ياخد احسن لعيب في العالم، لازم ياخد احسن لعيب في العالم بدون مبالغه. وده مش راينا ولا راي اي حد متحيز لمحمد صلاح كمصري زينا، فخورين بيه جدا جدا، وما كنتش يعني مصدق ان احنا ممكن في يوم من الايام يكون عندنا لعيب في الليفل ده بالجوده دي. ممكن لعيب يلعب في الليفل ده بس مش بالجوده دي، لا الجوده بتاعت محمد صلاح هي جوده عالميه يعني. ف ده واحد عايز يوصل لحاجات كتير وعايز يحقق اهداف كتير، والراجل بيكسر ارقامه القياسيه كل ماتش، قرب يعدي دروجبا في عدد الاهداف في الدوري الانجليزي، ناقص له جون واحد يبقى زي دروجبا، جونين يعدي كاكتر لعيب افريقي جاب اهداف في الدوري الانجليزي يعني، اقوى دوري في العالم. فالواحد مبهور وسعيد جدا بمحمد صلاح. طيب تعالى كده نتكلم ايه الاسباب اللي خلت محمد صلاح يوصل للمكانه دي بخلاف عقليته هو وبخلاف طموحه هو، الطموح الحقيقي بقى يعني، الطموح الصح فاهم، اللي هو الطموح فعلا يعني اللي وصله للمكان ده. لا، عنده واحد بيدير له اموره كلها بشكل ممتاز، هو رامي عباس يعني. ممكن احنا في فترات هنا في مصر في ناس قعدت تنتقد رامي عباس ده وايه اللي هو بيتكلم فيه والجوانب الاحترافيه اللي احنا ما كناش نفهم فيها حاجه قبل محمد صلاح، فيما يتعلق بقى لو فاكرين ايام كاس عالم روسيا 2018 والمشاكل اللي كانت حصلت واللايف اللي كان طلعه محمد صلاح، مش عارفين الناس قعدت تشتم في رامي عباس. لا، الراجل ده نقل محمد صلاح في حته ثانيه، نقل له الافكار اللي لازم يشتغل عليها محمد صلاح، اللي لازم تكون موجوده في ذهن محمد صلاح، في عقله، ازاي يشتغل على نفسه، ازاي يطور من نفسه. ليه دور كبير جدا في اللي وصل له محمد صلاح يعني، ده عامل من ضمن العوامل. الجون اللي جابه امبارح هو رقصنا كلنا يعني، بخلاف الناس اللي اترقصت في الملعب سواء برناردو سيلفا او لابورت او الناس دي اللي اترقصوا في الملعب دول عادي، لكن احنا بنتفرج عليه احنا اترقصنا يعني، احنا مش ما كناش عارفين ايه هو ايه اللي هو بيعمله ده. الحاجات دي بنشوفها مع ميسي مثلا، مع رونالدو، مع الكلام من ده. يستحق احسن لعيب في العالم طبعا، مؤكد بدون مبالغه يستحق. راجل محافظ على نفسه مستوى ثابت لخمس مواسم متتاليه، ومع ليفربول ما شاء الله يعني هداف الدوري الانجليزي دلوقتي مع جيمي باردي، ست اهداف كل واحد في سبع ماتشات في الدوري الانجليزي يعني، فحاجه تدعو للفخر، ولازم ده يكون مثال يحتذى به للشباب المصريين. اي واحد نفسه يلعب كوره حط محمد صلاح قدامك
وبعد كده اشتغل يعني، وبعد كده شوف ازاي تقدر تطور من نفسك. ممكن البعض يقول لك ايه، طب كده الخطوه اللي جايه لمحمد صلاح ايه؟ ريال مدريد برشلونه، مفيش احسن من الدوري الانجليزي، مفيش احسن من انك تكمل في ليفربول بالارقام القياسيه اللي انت بتحققها دي، تبقى ليجند، اسطوره من اساطير ليفربول، هو اسطوره كده كده، بس تكمل اكتر تعمل ارقام احسن يعني. بريق الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونه كام كده قل بعد رحيل ميسي ورونالدو قبليه. في رايي الشخصي، الله اعلم بقى تفكير محمد صلاح احسن مننا وكلنا يعني، بس في رايي الشخصي الراجل اللي يفضل مع ريال مدريد. الحاجه الثانيه المهمه جدا، ان في كلام كتير على تمديد عقده مع ليفربول، وان ليفربول مش راضيين، اصل اللي هو طالبه كتير، اصل رامي عباس وكيله بيتكلم فيه كتير وحاجه اوفر وبتاع وكلام من ده. هو ملوش دعوه، عنده الوكيل بتاعه بيشتغل، انا في الملعب، انا مش شاغل نفسي بالامور دي خالص، انا في الملعب. ولما ركز في الملعب تالق بشكل اكتر. خلي رامي عباس ايه بقى دلوقتي، هيعمل ايه دلوقتي؟ الراجل هيحط رجل على رجل ويقول لهم يا جماعه احنا عايزين كذا، هتدونا ده اهلا وسهلا، مش هتدونا ده براحتكم. رجل على رجل، ما فيهاش هزار، ده احسن لعيب في العالم. انتوا الخسرانين لو ما نفذتوش مطالب محمد صلاح يعني. مؤكد هيتم تمديد العقد بالشروط بتاعت محمد صلاح، ده امر اكيد يعني. لما يكون عندك لعيب بالجوده دي لازم هتحاول بكل ما اوتيت من قوه انك تبقى على لاعب زي ده، بيفرق معاك في كل الماتشات يعني. ففخورين جدا جدا احتفاله بالهدف. قبل ما اطلع الفاصل بس عشان اختم الحته دي، احتفاله بالهدف ممكن واحد يعمل ايه؟ يجيب جون زي ده ما يبقاش مصدق نفسه، يقلع التيشيرت بقى ويلف الملعب ثلاث اربع مرات ويسلم على واحد واحد من جمهوره، انا لو مكانهم بصراحه كنت هعمل كده. لكن ايه التقل ده؟ جاب جون عادي، جون انا شايفه جون من وجهه نظره يعني، هو جبته كتير قبل كده عادي، مش حاجه بالنسبه له، هو مش مبهره، مبهره للناس اللي بتتفرج. لكن راجل تقيل، مش يجري بقى ويروح ويحضن المدرب وينط على ده ويعمل، لا 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 لا، لعيب تقيل بشخصيه تقيله، واثق في نفسه جدا، في امكانياته جدا. يا رب دايما كل التوفيق مع محمد صلاح، ويفرحنا اكتر واكتر، ويرفع راسنا اكتر واكتر، وباذن الله مستنيين دوره المهم مع منتخب مصر في ماتشين ليبيا، عشان هو هيرجح كفتنا باذن الله تعالى بخصوص التاهل لكاس العالم كمان بشكل كامل. واكيد الهدف اللي جابه امبارح ده يستحق جائزه بوشكاش، لانه كان جاب زيه اعتقد في ايفرتون قبل كده برده وخد جائزه بوشكاش. مزيد من جوائز باذن الله نجمنا المصري محمد صلاح. هروح لفاصل سريع، كان لازم يبتدي محمد صلاح طبعا. بعد الفاصل هنرجع بقى نقول كل كواليس واخبار النادي الاهلي الجديده واستعداداته للمرحله المقبله ومران النهارده وكواليسه كمان. استنوا انا ما باكلش المكرونه غير بالريد صوص عادي، مش مضايق، لونها احمر، ما بحطش غير منفيغ احمر، ما بنشتغلش احنا غير في الاحمر. انا لن اكتب الكتاب الا بقلم احمر. لو حبكم للنادي الاهلي وصل لكده، بنك سايب عمل لكم كارت النادي الاهلي يرجع لكم فلوسكم كاش باك، كمان خصومات كبيره على محلات رياضيه، تقدر تشتري بيه اي حاجه بالتقسيط المريح قوي يا عروسه. كل ما تستخدمه هتجمع نقط وهترجع لك تاني فلوس. بطاقات النادي الاهلي من بنك سايب للاهلاويه والاهلي. بنك سايب دايما معاك، دايما اهلي. كان يوم لذيذ قوي النهارده. قوي. فادي، هو انت لو كان ممكن تبقى حيوان كنت تحب تبقى ايه؟ حيوان؟ احب ابقى حاسب الست اللي ليه كده يا بابا؟ ليه
اهلكوا هنطير الست. بس ايه الشطارة دي؟ لا عيب عليكي. لا برافو. ايه برافو ده؟ لهوي. برافو بطاطس مش مكسرة، برافو كيس أكبر، برافو هي دي البطاطس. Kid, talent. No kid, it's all about hard work. موهبة. مجهود. No more promises. موهبة. No promises. مجهود. No more promises. الموهبة والمجهود من غير سيستم عمرهم ما يوصلوك للنجاح. زاد سبورتس كلوب في التجمع والشيخ زايد. اشترك الآن. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي وكواليسه واخباره وكل ما يتعلق بالفريق خلال المرحله المقبله. النهارده خبر حلو قوي قوي لكل الاهلاويه، تجديد عقد عمرو السوليه احد ابرز اللاعبين في الدوري المصري. عمرو السوليه ما فيش منه اثنين في مصر في مكانه بامكانياته، ما فيش منه اثنين في مصر. يعني ممكن اللي يكون قريب منه بشكل كبير بصراحه مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، عنده امكانيات رهيبه، الولد ده لعيب كبير جدا جدا، هو قريب من السوليه. فيما عدا ذلك في مكان السوليه بقدرات السوليه مفيش حد. فمكسب كبير قوي قوي للنادي الاهلي، مكسب كبير جدا ان انت تمدد عقد واحد من اهم اللاعبين في مصر. واحد بتعتمد عليه بشكل اساسي في كل مبارياتك وبطولاتك وحاجه كلنا واخدين بالنا منها. ولما بيغيب السوليه بنحس بفرق شويه. لانه لعيب كبير بصراحه، لعيب كبير جدا جدا جدا. فخبر ممتاز وخطوه رائعه من النادي الاهلي، نجح فيها امير توفيق بشكل كبير مدير التعاقدات في النادي الاهلي، بيعمل مجهود عظيم في الحقيقه الراجل ده. ومدد عقد عمرو السوليه ل 2024، يعني انت عندك الموسم اللي هيبتدي ده ادي موسم وموسمين كمان غير الموسم ده، يعني لسه 3 سنين في العقد الجديد لعمرو السوليه مع النادي الاهلي. طب ايه اللي حصل؟ ايه الكواليس؟ لان برضو الناس بتحب الكواليس. الاهلي اتكلم من فتره مع عمرو السوليه، كان في بعض يعني ايه الاراء من هنا الاراء من هنا. الرغبه كانت موجوده عند النادي الاهلي، ده امر مؤكد، الرغبه كانت موجوده جدا جدا عند عمرو السوليه ان هو يجدد عقده مع النادي. يعني الموضوع كان محسوم، ما كانش في اي فرصه لاي حد يدخل ويحاول ان هو يقنع السوليه لا ما تجددش وتيجي لنا فري او نشتريك او كلام من ده، سواء من جوه او من بره مصر، ما كانش في فرصه. يعني اللاعب بصراحه بنفسه ما كانش مدي فرصه للجزئيه دي. التجديد بشكل رسمي تم امتى؟ من 3 اسابيع قبل النهارده. 3 اسابيع قبل دلوقتي كان عمرو السوليه مضى وجدد وخلص كل حاجه والامر كان حسم تماما يعني. لكن الاهلي كان دايما بيستنى الوقت المناسب عشان يعلن عن اي امور جديده. يعني النهارده النادي الاهلي اعلن والموضوع خلص بشكل رسمي، واضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. البعض اتكلم او ممكن وكيل عمرو السوليه طلع اتكلم قال لك في اتفاق ما بين الاهلي والسوليه، لو جاله عرض خليجي بمبلغ كويس كلام من ده يطلع اعاره يعني الاهلي ما بيقفش في طريق حد في الامور زي دي، وشفنا امثله كتيره جدا. كابتن وائل جمعه فتره من فترات طلع السيليه القطري، ابو تريكه بني ياس الاماراتي، اكتر من لاعب يعني الاهلي ساعدهم في الامور اللي زي دي. يعني فالاهلي مش هيتاخر على ابنائه في اي حاجه، وعمرو السوليه يعتبر ابن من ابناء النادي الاهلي حتى لو هو ما كانش من الناشئين، لكن هو معجون بشخصيه النادي الاهلي في الحقيقه. فده امر مميز جدا وخطوه اكثر من رائعه. طيب هنا السؤال، ممكن البعض يقول لك طيب احنا خلصنا السوليه اهو، طب علي معلول ايه الموقف؟ هقول لحضراتكم الجديد بخصوص علي معلول. لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم في توافق كبير جدا بين النادي الاهلي وعلي معلول بخصوص التجديد. مفيش ازمه في القصه، في يعني ايه شبه اتفاق نهائي ما بين اللاعب وما بين النادي الاهلي اللي بيتمثل في امير توفيق مدير التعاقدات. باذن الله قريب لو الامور مشيت زي ما هي كده، باذن الله قريب هنسمع خبر حلو زي خبر النهارده بتاع عمرو السوليه بخصوص علي معلول باذن الله تعالى. ده بخصوص علي معلول، وما تقلقوش من الملف ده قوي يعني. طيب الحاجه الثالثه،
الكلام كتير جدا على موسيماني من ساعه ماتش السوبر قدام الجيش اللي خسرناه. فكل يوم تلاقي حد يقول لك اصل عرض من هنا وكلام موكلة والحاجات اللي احنا عارفينها دي. يعني في بوادر انا بقول لحضراتكم امور مؤكده، يعني في بوادر بخصوص التجديد التعاقد مع موسيماني. هو عقده يخلص امتى مع الاهلي؟ يخلص نهايه الموسم اللي هيبتدي، يعني الموسم ده يخلص يبقى عقده خلص مع النادي الاهلي اللي هو اللي هيبتدي ده. بس النادي الاهلي عنده النيه ان هو يجدد تعاقد موسيماني خلال الفتره اللي جايه، وموسيماني عنده الرغبه بشكل كبير جدا، لان انا اكدت لحضراتكم مرارا وتكرارا في عز ما الناس كانت بتقول لك لا ده في مش عارف مدرب، اصل الاهلي كلم جروس، اصل الاهلي كلم كارتيرونو، والحاجات المضحكه جدا دي. فقلت لحضراتكم ايه، ان في مشروع بيتعمل في النادي الاهلي بخصوص الفريق الاول، ماشي بخطوات ثابته. وانت ماشي بتكسب 4 بطولات بس بتخسر بطوله او 2، ده وارد ودي كور، ده طبيعي جدا. لكن في نفس الوقت انت مش ناسي خالص اهدافك اللي على المدى البعيد اللي انت عايز تحققها، يعني كفرقه قويه جدا بتمشي بشكل تدريجي في التدعيم في القوام الاساسي بتاعك، ماشي في الاتجاه ده بشكل كويس جدا، وكبطولات بشكل مستمر بدون اي اخفاقات باذن الله. حتى لو برضه وقع منك بطوله او بطولتين ده هيبقى وارد في كره القدم، انت مش بتلعب لوحدك يعني. فالمشروع ده باذن الله هيستكمل، وخلال الفتره الجايه هيتم حسم هذا الملف بنسبه كبيره جدا. في بوادر وفي نيه، بقول لحضراتكم في اللحظه اللي انا بتكلم فيها معاكم دي، في نيه عند النادي الاهلي للتجديد، وموسيماني ما عندوش اي مشكله ومفيش اي عروض ومفيش اي حاجه، كلام وكلاء وكل هذه الامور، والامور مستقره جدا بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طيب سؤال اخر الناس بتساله على جونيور اجاي، موقف اجاي ايه؟ لحد دلوقتي مفيش اي جديد. الاهلي بيحاول يوصل لاتفاق مع اجاي، معزلك شويه او يعني ايه متنشن شويه في الامور اللي زي دي، ومفيش مشكله خالص، هيتم حسم الامر ده لاحقا وقت ما يبقى في اي جديد من ناحيه اللاعب. لكن النادي الاهلي بيعمل كل اللي عليه مع لعيب اداله كتير على مدار 5-6 سنين فاتوا، يعني من 2016 اجاي مع النادي الاهلي حقق انجازات كتير وكان لعيب مهم بصراحه. فالعلاقة هتنتهي بشكل جيد، ده أمر مؤكد. مناوشات مثلا من ناحية أجاي كامن ده كل واحد بيدور على حقوقه عادي جدا، لكن لحد اللحظة أنا بتكلم فيها مع حضراتكم مفيش أي جديد بخصوص جونيور أجاي. طيب المدرب العام في النادي الأهلي كل شيء وارد، ممكن يبقى فيه مدرب عام مكان كيفن جونسون اللي مشي، وممكن لأ، ده أمر متروك للمسؤولين في النادي الأهلي، هم يعني بيدرسوا الموقف بشكل كامل ومعهم مساحة من الوقت لاتخاذ القرار الأنسب. دي كل الكواليس اللي بتتعلق بالنادي الأهلي وآخر الأخبار والتفاصيل اللي حبيت أقولها لحضراتكم وكل التساؤلات اللي حضراتكم بتسألوا فيها. طيب الفريق بيواصل تدريباته واستعداداته بشكل جيد للمرحلة المقبلة اللي هتبتدي بدور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله المفضله لكل جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله نكون موفقين ان احنا نفوز بالبطوله للسنه الثالثه على التوالي، فعايزين نطمن بشكل اكبر على كل الكواليس تتعلق بمران الاهلي النهارده من خلال زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم اهلا بيك. اهلا بيك زميل عزيز امير هشام، كل التحيه لك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على تدريبات النادي الاهلي النهارده. يعني اعتقد انت دلوقتي في المران في نهايته زي ما احنا شايفين كده وراك، فعايزين نعرف ابرز ملامح المران واهم الامور والكواليس من خلال متابعتك للتدريبات. يعني زي ما بنقول زميلي امير، يعني بستأنف النادي الاهلي وبيواصل استعداداته القويه جدا للموسم بشكل كامل، والانطلاقه ان شاء الله اللي بنتمناها تكون لينا باذن الله، وهي المباراه القادمه دور 32 البطوله الافريقيه، مباراه الحرس الوطني بطل النيجر، مباراه لها تحضير كبير جدا للجهاز الفني اللي اكيد خلال الايام الماضيه ومستمر طبعا في مشاهدات المباراه الاخيره بعد الهايلايتس، نقاط القوه والضعفه وكل الامور دي الحقيقه شغال عليها بشكل كبير جدا الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني. كمان يمكن النقطه المهمه اللي حابب اتكلم عليها امير النهارده هو التدريب. الراجل يمكن شغال على امور كان عندنا فيها بعض القصور، يعني انا بتابع التدريب النهارده، احنا كنا بنقابل مشكله شويه في موضوع الشوتنج على المرمى، موضوع الكروسات برضو بيبقى يعني الفينش فيه صعب شويه. الحقيقه التدريب النهارده كان مقسم لاجزاء لفقرات تدريبيه، طبعا جزء بدني اللي بنبدا بيه كالعاده في التدريب، لكن التدريب اليوم النهارده مخصص للكره فقط لا غير، الشوتنج على المرمى، الكروسات، التمركزات. يمكن زي ما انت شايف طبعا زميل الامير في تركيز كبير جدا لعيبه النادي الاهلي، الكل موجود، محمد مجدي قفشه موجود في التدريب، تدريب الامس كان رائع بالنسبه له الحقيقه، والنهارده
كمان بيأدي أداء مميز جدا. تدريبة الأمس وتقسيمة الأمس كانت مميزة جدا الحقيقة. في نهاية المران كان في تقسيمة يمكن أنا اتكلمت وقلت يمكن عمار كان متألق بشكل كبير، وليد سليمان كان متألق بشكل كبير كمان. النهاردة كمان واضح التركيز الكبير لكل لعيبة النادي الأهلي، اللعيبة عارفة أهمية المرحلة. احنا عندنا نقص عددي وعندنا عدد من اللعيبة في المنتخب طبعا، وبتكون طبعا التكتيك والكسور دي بيحتاج المدير الفني بيتسو موسيماني ان هو الركائز الأساسية والعناصر الأساسية يكونوا متواجدين، لكن في قصور في بعض الـ طبعا اللعيبة اللي متواجدة بيحاول ان هو ينميها. بيتكلم مع محمد هاني، بيتكلم مع محمود وحيد، بيتكلم مع كل اللعيبة. فتدريب الحمد لله جيد جدا لكل لعيبة النادي الأهلي، وده أمر بيسعدنا جدا لأن بنشوف في عين اللعيبة بنشوف التركيز الكبير اللي بيدينا أمل الفترة اللي جاية، لأن المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا لكل لعيبة النادي الأهلي. أكدنا يمكن على بيرسي تاو وزميلي أمير وتواجده بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، أكدنا أيضا كمان على عمار على حسين الشحات متواجدين بكل قوة. لكن أنا عايز أروح معاك لمحمود متولي اللي بنتمنى إن شاء الله بإذن الله بقى في خلال الأسبوع أو العشر أيام القادمين يكون متواجد في تدريبات النادي الأهلي. الحقيقة كان استفسار ليا مع طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة اللي بيقوم بدور كبير جدا مع كل الحقيقة اللعيبة اللي بتكون متواجدة في تأهيل أو بتكون محتاجة تشخيص. كل الأمور دي الحمد لله مميزة جدا للجهاز الطبي بتاع النادي الأهلي. يمكن أنا سألت على محمود متولي تحديدا، محمود متولي من أسبوع ل 10 أيام هيكون متواجد بشكل كبير جدا مع فريق النادي الأهلي ويكون جاهز إن شاء الله خلال المرحلة القادمة. هو محمود بس هي الإصابة اللي عندنا زميلي أمير كويس. الحمد لله كل اللعيبة ماشية بشكل طيب جدا ومطمئن في كل التدريبات. الحقيقة يمكن طبعا حاجة مميزة جدا، بنتمنى يا رب يبعد عننا الإصابات لأن المرحلة مهمة جدا القادمة إن شاء الله للاعبي النادي الأهلي. وبنعمل إن شاء الله تركيزنا الكبير اللي إحنا شايفينه مع اللاعبين ومع بيتسو موسيماني يكلل بالمجهود الكبير اللي إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جيدة جدا، وهي مباراة الحرس الوطني اللي ليها تركيز كبير، وبنعمل إن شاء الله إن إحنا نرجع بنتيجة إيجابية من النيجر بإذن الله. طب كريم سريعا، يعني في فترة ما بين يعني النهاردة ومباراة الذهاب أمام بطل النيجر، هل تم تحديد بشكل نهائي إن يكون في مباريات ودية خلال الفترة دي ولا لسه ما تمش يعني اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر؟ يمكن كابتن سعيد عبد الحفيظ كان ليه سؤال طبعا معاه على تحديد مباراتين او مباراه واحده وامتى هتكون المباراه. الحقيقه يمكن كان في جلسه قبل نزول التدريب اليوم النهارده تم التحديد، لكن يمكن لسه موعد المباراه ما تحددش، ممكن يكون يوم الخميس او يوم الجمعه، لكن تم تحديد مباراه اولى. لكن طرف ايضا كمان انت عارف زميلي امير الدرجه الثانيه فيها خلاص اللي اشتغلت الناشئين حتى عندنا لو هنستعين بفريق 2001 نلعبه او حاجه زي كده خلاص هم بداوا بطوله الجمهوريه، ففي صعوبه شويه في ان انت تلاقي فريق تستفيد منه بشكل كبير. تعرف طبعا اي فريق يكون موجود يحاول يساعد النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله في خلال ال 48 ساعه القادمين يكون في مباراه وديه وحيده او اثنين، ده اللي هيتم حسمه ان شاء الله خلال الساعات القادمه مع الجهاز الفني والكابتن سعيد عبد الحفيظ. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد اللي بيدينا كل التفاصيل من استاد مختار التتش بخصوص مران النهارده. بشكرك يا كريم شكرا جزيلا. نقطه بس بسيطه سريعا قبل ما اطلع فاصل، قفشه يعني هيشارك في التدريبات وفرحه يوم 12 من الشهر اللي جاي او كاتب كتاب يوم 12 من الشهر الحالي اللي احنا فيه شهر 10، وبنسبه كبيره ممكن اللاعب ما يبقاش موجود في مباراه الذهاب، لكن من معرفتي لشخصيه قفشه اعتقد انه هيكون حريص انه يبقى موجود مع الفريق ويلعب ويسافر النيجر ويشارك في هذه المباراه. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل الاخبار. يلا اهلا بحضراتكم من جديد. كالعاده اخبار كتير بتبقى على النادي الاهلي على السوشيال ميديا او على الحسابات الرسميه المختلفه، فخلينا نشوف نبتدي بالحساب الرسمي في الجول والكلام هنا على بيتسو موسيماني وان الاهلي يريد الابقاء على موسيماني لمده موسمين. زي ما حكيت لحضراتكم القصه كلها في الجزء الاولاني من الحلقه، الاهلي بدا مفاوضاته مع المدرب لتجديد التعاقد، وان شاء الله باذن الله ممكن الامور يتم حسمها قريبا. حتى هذه اللحظه يعني مفيش الجانب الرسمي في الامر، لكن في نيه برضه عشان يبقى الكلام واضح لحضراتكم. خلينا كمان نروح للمصري اليوم والكلام على ان تخطيط الاهلي تجتمع مع موسيماني لحسم ملف المدرب العام. اتكلمنا خلاص في القصه دي. اخيرا قفشه قلت لحضراتكم موقفه لسه ما تحددش بشكل نهائي بخصوص مشاركته في مباراه بطل النيجر بسبب زفافه اللي هيكون يوم 12 من الشهر الجاري، لكن نسبه كبيره ممكن قفشه يكون حريص على ان هو يلعب هذه المباراه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع ناخد اخر فقرات الحلقه النهارده. يلا طيب عايزين نطمن على منتخبنا الوطني قبل ماتشين مهمين قوي قدام ليبيا، وماتشين يفرقوا معانا جدا في مشوار تصفيات كاس العالم باذن الله نكون موفقين. فعشان كده معايا مداخله غايه في الاهميه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد مراد. يا ابو حميد مساء الخير. الفل عليك يا امير ودايما منور. ربنا يخليك.
حبيبة مراد، يعني عايز اطمن من خلالك طبعا عن كل كواليس المنتخب واخر استعداداته لماتشين ليبيا وموعد انضمام المحترفين وتحديدا كمان محمد صلاح، يعني قول لنا كل الكواليس. يعني هو خلاص كل المحترفين ان انضموا يا امير خلاص هيبقوا موجودين في المعسكر باستثناء محمد صلاح اللي هيصل بكره ان شاء الله. طبعا موضوع استبعاد قفشه ومحمد شريف ده كان الحدث الاهم في المنتخب الفتره الاخيره. اسبابه ايه من وجهه نظرك او من خلال معلوماتك يعني؟ بص هو سبب فني بحت من وجهه نظر كيروش، بس كارلوس كيروش يعني حتى الجهاز الفني المصري يا امير ما يعني في بعضهم عارض القرار، لكن هو في الاخر الراجل طلع قال لك لا ده قراري وانا مسؤول عنه وانا وانا مش عايز حد، انا الراي الاول والاخير، انا صاحب الراي الاول والاخير. لو انتوا خايفين من او في انتقادات هتوجه لكم، لا انا هطلع اتكلم في الاعلام. حتى ساعتها يعني بعد اعلان القائمه على طول امير طلب عقد مؤتمر صحفي يوم السبت اللي فات، لكن تم تاجيله للنهارده عشان الراجل يطلع يوضح في كل الحاجات الخاصه بالاستبعاد. يعني السبب الرئيسي وراء عقد هذا المؤتمر هو توضيح موقف قفشه وشريف واسباب استبعاده. يعني ده سبب رئيسي في عقد المؤتمر، لان المفروض ان انت المؤتمر الصحفي تبقى قبل الماتش بس بيوم يا امير، فانت هو راجل طلب مؤتمر خاص يعني كان هيعمله يوم السبت اللي فات، لكن تم تاجيله للنهارده حتى يكون المحترفين انضموا وتكون الرؤيه وضحت يعني بشان بعض المحترفين. يعني كان في لغط ان في بعض اللعيبه هينضموا، لا لكن الحمد لله كل اللعيبه اكدت حضورها، من ان محمد وصل النهارده واحمد حجازي وصل امبارح وكوكا كل الناس موجوده زي ما قلت لك باستثناء محمد صلاح اللي هيصل بكره ان شاء الله. الراجل هيتكلم برضك على شاره القياده، كان في لغط برضك على حوالين شاره القياده بعد عوده احمد فتحي لصفوف المنتخب، لكن هقدر اكد لك 100% ان شاره القياده هتبقى حق اصيل لمحمد صلاح، والراجل يعني اغلق الملف ده نهائي برضه. هو يستحق محمد صلاح بصراحه. طبعا يعني مع احترامي لاي لعيب موجود في المنتخب، يعني كنوع من التكريم او انت برضك يعني حاجه كويسه للمنتخب، ان محمد صلاح هو يبقى كابتن المنتخب فدي حاجه كويسه للاعب وللمنتخب طبعا. مع احترامي لاي لعيب موجود في مؤتمر صحفي هيبتدي كمان اقل من دقيقه، امير كارلوس هو اللي هيتكلم مع الصحفيين فيه في استاد برج العرب، هيوضح فيه زي ما انت قلت كده الاسباب الحقيقيه وراء استبعاد قفشه ومحمد شريف. مش عايز اقول لك يعني الراجل يعني ممكن تكون مش عايز اقول قرصه ودن مثلا لبعض اللعيبه ان ما عندوش حد مثلا نجوم او اسامي معينه، فان شاء الله تبقى حافز للعيبه كلها قفشه وشريف واي لعيب ثاني من مصطفى فتحي واللعيبه الثانيه اللي استبعدوا ان هم يبقى حافز لهم ان هم يرجعوا اقوى واقوى مع المنتخب الفتره الجايه. واعتقد يعني انا شايف يعني خساره طبعا استبعاد شريف تحديدا من هداف الدوري طبعا. طب مراد سريعا قبل ما نختم معاك، هل استقر على التشكيل اللي هيخوض بيه الماتشين او بنسبه كم ممكن يكون استقر يعني بشكل سريع؟ لا يعني بعض يعني في العديد من المراكز يعني خاصه محمد شناوي حارس المرمى، احمد حجازي الونش ناحيه اليمين لسه عليها خلاف لغايه دلوقتي، اقرب توفيق هو الاقرب او احمد فتحي، لكن بالنسبه كبيره اقرب توفيق هو الاقرب. الشمال برضو غالبا ممكن تشوف ايمن اشرف يرجع لمركز الظهير الايسر، خط الوسط يعني السولية وطارق حامد هم الاقرب لغايه دلوقتي، طبعا محمد صلاح مركزه محطوط، طبعا المهاجم الاقرب لغايه دلوقتي مصطفى محمد، الشمال بقى في خلاف برضو يعني في اكثر من لاعب جاهز لكن لما تمش التفرج عليه بنسبه كبيره يا امير. بشكرك يا مراد، شكرا جزيلا الصديق العزيز والصحفي الكبير الاستاذ محمد مراد، كان معانا على الهاتف وقال لنا على كل الاخبار والكواليس اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني قبل ماتشين ليبيا، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده بكواليس جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.